مانع المريدي جد الأسرة الحاكمة أسرة آل سعود، أسست عشيرة المردة من الدروع من بني حنيفة مدينة وسموها الدرعية نسبة إلى الدروع، بعد انتقالهم من منطقة حجر اليمامة واللي هي في وسط الجزيرة العربية إلى المنطقة الشرقية. ثم بعد ذلك اشتدت الأمور في المنطقة الشرقية على مانع المريدي واللي كان أميراً لعشيرته ذاك الوقت. صادف هالأوضاع رسالة من ابن عمه ابن درع واللي كان حاكم حجر اليمامة هاك الوقت اللي هي الرياض حالياً. الرسالة كان فيها دعوة لمانع المريدي وعشيرته أبناء عمومته بشكل عام أنهم يقدمون إلى منطقة حجر اليمامة. قرر مانع المريدي أنه ينتقل بعشيرته إلى وسط الجزيرة العربية ويلبي دعوة ابن عمه ابن درع، وفي طريقه قطع نفوذ الدهنة القاحلة بشخصيته اللي كان كلها عزيمة وإصرار وطموح، وقبل هذا كله رفضاً للتبعية اللي كان ممكن تصير له بالشرقية. مر على مناهل الرماح وتوجه بن درع من حجر اليمامة اللي هي مدينة الرياض حالياً إلى وادي حنيفة، وتحديداً في منطقتين في وادي حنيفة غصيبة والمليبيد تقابلوا في هالمنطقة، وأسكنهم وأقرهم على الحكم ابن عمهم درع. بدأ مانع المريدي في حكم هذه المنطقتين، ثم بعد ذلك أسس الدرعية. غصيبة حولها إلى منطقة الحكم أحكمها وبنى أسوارها، والمليبيد كانت منطقة زراعية تابعة لحكمه، واتحد هو بن عمه في حجر اليمامة لتأمين المنطقة وإرساء الأمن والأمان وتأمين قوافل التجارة وقوافل الحجاج. طبعا الدرعية كان موقعها استراتيجي وكانت مركز تجارة ومركز عبور وربط بين الشرق والغرب، ولذلك تعتبر رحلة مانع المريدي بعشيرته إلى وسط الجزيرة العربية وتأسيسه لمدينة الدرعية الجديدة عام 850 هجرية هي اللبنة الأولى لما بعد ذلك بسنوات من تأسيس الدولة السعودية الأولى والاستمرار للوصول إلى ما حنا عليه الآن من أمن وأمان وازدهار، واللي يعتبر أعظم حدث في تاريخ منطقة الجزيرة العربية بعد دولة النبوة والخلافة الراشدة.